على سيارة هذا ستان روفر يمشي بار تيني كومو هذا وتسعى وزارة التربية الوطنية في هذا الإطار إلى إنشاء ثانويات متخصصة في الرياضيات إضافة إلى تلك المنشأة المتواجدة بالقبة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تشكيل أقطاب امتياز متجانسة مع تواجد المدارس العليا في مختلف الولايات. النوابغ والعباقرة والأذكياء في الجزائر كثيرون إن على المستوى الوطني أو أولئك المتواجدون في المهجر. الآن نحن متفائلون، لماذا؟ لأنه سيد رئيس الجمهورية أسس لهذه المواضيع في خطوة في قرارات استراتيجية ومهمة جدا بإنشاء المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وكذلك المدرسة الوطنية العليا للرياضيات، وهي مؤسستين أنشئتا بمرسوم رئاسي دلالة على أهميتهما.